الرسالة. لا لا أفضل الله. قطعت ورقة فاضية. قطعت ورقة ما فيها شيء. الرسالة. وين الرسالة؟ حكيتي للمحامي عن ديلان؟ أكيد عندها شيء هالبنت. بنت بحبها رمو بالضيعة. كتبت اسمها على الدفتر. إذا كتبت اسمها على الدفتر معناتها ما بتتركها بحالها أبداً. عم قلكم اتركوني اتركوني بقى. شو هاد بقى يا زلمه؟ ما بعمل انا ما قتلت. مين هاد يا؟ اتركوني بقى سيد مراد. سكتوا. انا ما قتلت حدا. انا ما قتلت. شو صار له؟ كرمال الله حدا يسكتوا. سكتوني بقى ابن النار. اتركوني. شو هذا ولو؟ اتركوني. سكتوا بقى. اسكتوا لك انت وياه. يحرق اختها القصه. اي والله يا عم ما ابو حالي هي. احسن ما اعملكم لازم ها؟ عبروا ناموا يلا. بعد هي مراد أغا. لا تخاف اهدى انت كنت عم تحلم. جيبوا مي ولا اهدى شوي. ارتاح ارتاح. هدي حالك. خد نفس عميق. خد نفس. لا تخاف بدك تتحمل. اشرب. السيجارة بتأذيك ما هيك؟ أنا مالي متعود. لا تتعود على الحبس. مو شرط تتعود على السيجارة. كم سنة بيحكموني؟ إذا بتضل ساكت بيحكموك كتير. أما إذا بتحكي للقاضي اللي قلته بمنامك ساعتها كل شيء رح يتغير. انبسطت بجيدكم مع اني ما كنت بتمنى تشوفوني بهالحاله هي. منعودها بشي يوم لما بتطلع من هون. ان شاء الله منروح على الفرات منصيد سمك. بتتذكر؟ معقوله انسى؟ وراح تحاول تغرق كمان؟ يا عمو مراد بينقذني. هو بينقذ الكل. بلكي منطلع سيران ومناخد معنا أكلات طيبة ومنعمل شغلات ما عملناها. منعمل طيارة ورق. طيارة كبيرة كتير. لساتك بتعرف تعمل طيارة؟ إذا شي يوم رح أطلع من هالمكان رح رد أتذكر.
مثل ما بتذكر طفولتي. منين خطر لك هالشي؟ هون بيخطر للواحد شغلات كتير، شغلات كل لجنة. وأنا كمان. وقت الزيارة انتهى لو سمحتوا. خاطرك عمو مراد. خاطرك. مع السلامة، شكرا لألكن اجيتوا. يلا سبقوني لحقتكم. محمود، ما قدرنا نحاكيك. مو مشكلة، نحن هون على كل حال. بدي اياكي تعملي لي شغلة. جاهزة. أليف، بدي اياكي تروحي. لوين بدي اروح؟ ارجعي على اسطنبول لعند ولادك. شو جنيت انت؟ انا بعرف شو عم بقول. مستحيل. انت بتعرفي تماما شو ناطرني هون. 20 سنة. 20 سنة. لا اسمعي مني أليف، ما في مهرب. روحي من هون، أسسي حياتك. الحياة ما بتتأسس بخمس دقائق، أو إنك شايفني وحدي بتحب بلحظة وبتنسى كل شي عند أول مشكلة. أنا مطرحي هون جنبك، هاي حطها بعقلك. ماشي؟ لا بقى تفكر بشغلات غبية مرة تانية. بدك تطلع من هون مراد. ما حدا غيرك بالدنيا كلها عم بيقول إنك متهم، وإنت ما فيك تخدع كل هالدنيا لحالك. بس المحبوس لازم يمشي كتير، ما لازم يهمل المشي. حرية المحبوس، الباحة والمشي، وإلا هدول العظام بيصدوا بوقت قصير والرئتين بينتهوا. ما في مجال للعب الرياضة؟ كرة القدم والطائرة، ومو دائما كمان. ولو في مو كل اللي بيلعبوا. انت اسمع كلامي، بضل أحسن شيء المشي. ماجد مسكها من هون. مسكتها. مروة مسكتي؟ مسكتها ماما. محمود انت جاهز؟ جاهز خالته أليف. 1 2 3 يلا يلا. هاي طيري طيري طيري. عم تعلى شوفوا. بنعمل طيارة ورق، طيارة كبيرة كتير. لساتك بتعرف تعمل طيارة؟ إذا شي يوم رح أطلع من هالمكان رح رد أتذكر مثل ما بتذكر طفولتي. Courbetier.